السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اعمل بي او كيو. طيب بي او كيو يعني عايز اعرف ايه العناصر الموجودة في المشروع وبعدهم كده، فهروح للسكادول. طيب السكادول بيعمل حاجة حاجة، يعني بيعمل الباب لوحديها وشبك لوحديها والحاجات لوحديها؟ لا، في واحد في الاول خالص اسمها مالتي كاتيجوري، تمام؟ ومهم تختار الفيسز اللي انت عايزها. طيب اختار المالتي كاتيجوري واقول له اوكي. بيقول لي انت عايز ايه اللي تشوفه هنا، فهقول له انا عايز اشوف الفاميلي اند التايب والكاونت العدد. طيب وعايز برضو الكوست عشان اعرف التكلفه والديسكريبشن، اي حاجه تانية انت عايز تضيفها، ولكن انا دول اللي انا بستخدمه في البي كيو الصراحه. اقول له اوكي، هيبدا يعملهم لي بالشكل ده. طبعا التكلفه احنا ممكن ندخلها، الديسكريبشن هتكتبها. طيب هقول له بقى اعمل لي عدم اتمايز وبالفاميلي اد تايب، وهات لي في الفوتر التوتال، تمام؟ بس كده يبدا يجيهم لي بالشكل ده. دي كل العناصر اللي موجوده اهيت، تمام؟ ودي فاميلي اند تايب، ممكن تحط الفاميلي، ممكن تحط الكاتيجوري. لو انت حابب تزود اي حاجه منهم مش هتقول لك لا، تمام؟ يعني ممكن تزود الفاميلي، اه مفيش مشكله، تمام. يبقى دي الحاجات الخاصه بالدورس، تمام، ودي الحاجات اهيت. تقدر ان انت تعرف العدد بتاعهم في ثواني، فدي اسهل طريقه نعمل بيها البي او كيو جوه الريفت.